C'est bon. المقابلة الثانية ما بين مستشفى ابن سينا اللون الأصفر ومستشفى للعيشة تمارا باللون البرتقالي. نصف النهائي الثانية. نصف النهائي الثانية في النسخة الخامسة من الدوري الرمضاني اللي كتنظمو جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي مستشفى ابن سينا اللي كتشارك فيه جميع المؤسسات تقريبا التابعة للمركز الاستشفائي ابن سينا. هذه نصف النهاية. نصف النهائي ديال النسخة الخامسة من الدوري الرمضاني. فريق أمل مستشفى ابن سينا باللون الأصفر وفريق للعائشة باللون البرتقالي. الهدف الأول لأمل ابن سينا فريق أمل ابن سينا. الهدف الأول في النصف النهائي الثانية. الهدف الأول
الجايه المره الجايه شد كره صاحبي، المره الجايه مشي هذه الثانيه، المره الجايه الله يرضي عليك. Thank you.
كثير. تتكون حافسه تتكون حافسه تتكون حافسه رجع دابا تعادل 1-1 ما بين فريق أمل مصفى ابن سينا وفريق ليلى عائشة من تماها. 1-1 الشوط الأول من نصف النهاية الثانية من النسخة الخامسة. قد 7 لا قول دقيقة الدقيقة 14 قد 6 دقائق على نهاية الجولة الأولى. يا يوسف سام كره
واحد لواحد، النتيجة واحد لواحد لحد الآن ما بين أمل ابن سينا والشفا للعائشة. على بعد ضغط القوانص دابا 25 دابا الدقيقة التاسعة عشر وحنا بقات شي 6 دقائق. تعادل واحد واحد الدقيقة 20 بقات 5 دقائق على نهاية الشوط الأول من نصف النهاية الثانية اللي كتجمع أمل ابن سينا باللون الأصفر ومستشفى لالة عائشة باللون البرتقالي.
الهدف الثاني صالح مصطفى للعائشة ضد أمل ابن سينا 2-1. خرج صافي سير. هدف تعادل، هدف جميل، هدف تعادل لصالح مستشفى أمل ابن سينا. عشر ثواني تقريبا على نهاية اللقاء، اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. نهاية الشوط الأول ولا مازال نهاية الشوط الأول تعادل 2-2. Thank you.